معانا تليفون. الو الو، ايوه اتفضل. حضرتك يا دكتور. دكتور معلش. اتفضل اتفضل اتفضل، حركة الهواء. دكتور حضرتك. استاذنك خط حضرتك التلفزيون. عطلي انا من 42 فضلك من سنه. فضلك من فضلك خط التلفزيون واتفضل اتكلم. حضرتك عمري انا 42 سنه. وبيحصل لي انتصاب في الصبح، بس بالليل بيكون ضعيف، يعني عملية الانتصاب. عايزين نعرف من الدكتور ايه السبب في كده. طيب، شكرا لسارة. هو بيقول عنده انتصاب الصبح. كويس، هو الحقيقة مش انتصاب الصبح، هو انتصاب مرتبط بالنوم. الانتصاب ده بيحصل واحنا نايمين. لو احنا بننام مثلا 8 ساعات، النوم ده فيه دورة، الدورة دي بتستغرق ساعتين وبتتكون من 4 مراحل. مرحلة منهم اسمها مرحلة حركة العين السريعة، بيحصل فيها انتصاب. فالثمان ساعات اللي احنا بننامهم تقريبا كل ساعتين بيجي انتصاب يقعد ربع ساعة او تلت ساعة. لما بيحصل ان احنا نصحى الصبح حوالين المرحلة دي او في المرحلة دي، نلاقي عندنا انتصاب. عشان كده في بعض الايام بنصحى نلاقي عندنا انتصاب. الانتصاب ده ملوش دعوة بالصبح وبالليل، وده دعوة بالنوم، لانه بيحصل برضه لو نمنا الظهر او نمنا في اي وقت اخر. يعني تمام. الحقيقة الانتصاب ده لما بيحصل بيبقى بالنسبة لنا مؤشر كويس ان كل الأجهزة العضوية المرتبطة بالانتصاب سليمة. يعني بنقدر نعرف منه مثلا ان الشرايين سليمة، ان الأوردة سليمة، ان أنسجة القضيب سليمة، ان الأعصاب سليمة. فلما واحد يقول انا لما بصحى الصبح في بعض الأيام بلاقي عندي انتصاب، ده بيقول لنا ان هو ما عندوش حاجة عضوية قوي، وقد يكون ضعف الانتصاب اللي عنده ده راجع لحد كبير لمشاكل غير عضوية. تمام. يعني زي التوتر مثلا، ان هو خايف يبقى مش كويس، متضايق، ما بيحبش مراته، متخانقين، يعني حاجات من هذا حاجات تانية القبيل. دور على